بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنشغل السيرفر بتاعنا. تمام، دلوقتي السيرفر رن وشغال. تعالى شغل الماتور كده سنس. تمام، دلوقتي قبل ما نبدأ هنا الماتور رن بزيرو، بتساوي زيرو. شغل كده الماتور بقى سنس. تمام، نرجع نلاقي الران بتاع الموتور بواحد دلوقتي، وطبعا الموتور السرير شغال دلوقتي. تمام كده، اقفل بقى الموتور كده سنس. تمام، الران بزيرو. تمام، والموتور واقف دلوقتي. شغل بقى المروحة كده، نجرب المروحة. تمام، الران بتاع المروحة بواحد، المروحة تشتغل. تمام، تعالى اقفل المروحة كده سنس. تمام، الران بزيرو. تمام، المروحة كده تقف. تمام، دلوقتي في الاندرويد ابلكيشن بتاعنا السنسورات بتاع الهيوميديتي والتمبريتشر، هنا في الاي او اس، هنا في الفاير بيز نفس الارقام لو تلاحظوا، هنا في الويب ابلكيشن. وطبعا ال LCD بتاعتنا اللي هي لقطة من السنسورات على طول اريا نفس الارقام برضه اللي هو 30. تمام، الابلكيشن بتاعنا شغاله ريل تايم، يعني اي حاجه بنشغلها بتسمع في كل، شغلنا الموتور دلوقتي شغال في كل حاجات سواء الاندرويد ابلكيشن او الويب ابلكيشن، وطبعا الموتور هنا اشتغل. تمام يا شباب، افصل كده، فصل هنا الاندرويد، فصل الويب، فصل الفيربيس، طبعا الران بزيرو، وطبعا وقف الموتور بتاعه. تمام، برضو المروحة نفس النظام، شغال المروحة كده اندرويد ابلكيشن، تلوت في الويب، الفاير بيس طبعا الران بتاع المروحة بواحد، وهنا المروحة اشتغلت. تمام، المروحة طبعا بالليفلز بتاعتها، فاحنا هنا نخليها ميديوم هاي مثلا. هنا اشتغلت برضو على 3 برضو في الويب ابلكيشن، وهنا الليفل بتاع المروحة 3 × 2003. طيب دلوقتي هنجرب الساوند ديتكتور تبعنا. تمام، هنا في الاي او اس ابلكيشن. ماشي، جرب تاني كده. الساوند ديتكتور بتاعنا شغال وبيهز السرير للبيبي كده 5 ثواني لحد ما ينام تاني ولا حاجه. دلوقتي نجرب الستريم بتاعنا. بنستريم فيديو من الكاميرا بتاعتنا، لايف فيديو واوديو اكشن. تمام، روح حرك ايدك قدامك كده يا فايد. تمام، الستريم لايف ستريم. تمام تمام وبرضه نفس الكلام بالنسبه للاي او اس والويب، يعني هنا الويب برضه ستارت ستريمينج. تمام، سنس منورة. حاجة تانية، السنسور بتاعنا ده بيخلي السرير على طول في الوضع الأفقي بتاعه، يعني من غيره السرير لو اتحرك مثلا وكان واقف في وضع مائل بيدنه في المائل ده، لا السنسور ده بيظبطه بقى لحد ما يكون أفقي كده بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، يعني بيخليه طول الوقت أفقي كده. تمام، دلوقتي هنشغل ميوزك للبيبي اندرويد مثلا. ماشي، شغل ميوزك. تمام، wash my face, hands, legs and toes, my belly button and cherry red nose, my belly button and cherry red nose. تمام، احنا دلوقتي برضو عاملين ان هو يبعت نوتيفيكيشن لو في ساوند ديتكتد للطفل حصل او التمبريتشر والهيوميديتي عالي عن حد معين مثلا.
فدلوقتي احنا هنجرب الساوند ديتكتور، هنشوف كده. تمام، شوف النوتيفيكيشن وصلت ولا لسه. طيب النوتيفيكيشن وصلت دلوقتي، يور بيبي از كراينج. تاني نوتيفيكيشن احنا بنبعتها لما يكون الهيوميديتي بتبقى تعلى عن حاجه و80 باين، وتمبريتشر 37، فاحنا دلوقتي بنحاول نحلل الهيوميديتي شويه فنشوف كده. دلوقتي النوتيفيكيشن وصلت اهيت، لما يكون الهيوميديتي بتعلى عن 80% بيبعت نوتيفيكيشن. تمام، فهو ده انه يبعت طول ما الهيوميديتي عاليه. اول ما تقل، سيب بس السنسور يهدى كده، اول ما تقل المفروض تبطل بقى النوتيفيكيشن. دلوقتي ستيل بتبعت. ايوه تمام، تعال نشوف كده. 78. طب بتهدى 69. خلاص كده، هي كده ما عادتش هتبعت، احنا بقت هنا من اول بتزيد عن 80 بس، فتمام كده هو ما عادش هيبعت. وبالنسبه للتمبريتشر برضه نفس الكلام، اول ما تزيد عن 37 بيبعت نوتيفيكيشن برضه. تمام، تعال نجرب الساوند ديتكتور بقى تاني كده. تاني شوف النوتيفيكيشن هتوصل ولا لا. هي ديتكتد يس، هي كده معناه ان هو بعت. تمام، الرساله وصلت، يور بيبي از كراينج. تمام كده. طيب ده كان توثيق سريع كده، لان البروجكت بتاعنا شغال تمام والسنسورات شغاله تمام هنا يات، والموتور والمروحه برضو زي ما شفتوا. ودول اعضاء التيم بتاعنا من الشمال كده، شعبان، سينس، فايد، طه، شهاب. كان معكم هاشباي. Don't you cry. Go to sleep, my little baby. When you wake, you shall have all the pretty little horses, blacks and bays, dapples and grays. Call your six little horses. Hush-a-bye, don't.